بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محمد عمر عبد الرحمن ابن الشيخ الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن المسجون في السجون الأمريكية منذ 18 عاما يلاقي ما يلاقيه من أهوال لم يلاقيها أحد من قبل حتى من العلماء الفطاحل. فالشيخ عمر عبد الرحمن يعاني معاناة كبيرة في السجون الأمريكية رغم أنه بريء كل البراء. رمز كلارك محامي الشيخ عمر عبد الرحمن قال عندي أكثر من 20,000 صفحة ليس هناك دليل واحد على إدانة الشيخ عمر عبد الرحمن، وقد حكم بحكم استثنائي لم يحاكم به أحد منذ الحرب الأهلية الأمريكية. فالشيخ عمر عبد الرحمن مريض بأمراض عديدة، ونحن ننادي الرئيس أوباما ونادينا كثير الحكومة المصرية، ولكن للأسف لم يتجاوب معنا أحد غير بعض وزارة الخارجية والأمن القومي ووزير الداخلية، ولكن هناك من يعطل هذا الملف، ونحن مقتنعين أن المخابرات المصرية هي التي تقف حائلا بين خروج مطلب من الحكومة المصرية للحكومة الأمريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. فالمخابرات المصرية كانت هي العامل والسبب الرئيسي في سجن الشيخ عمر عبد الرحمن عندما أرسلت له العميل عماد سالم، وبسبب هذا النظام وبسبب هذا العميل سجن الشيخ عمر عبد الرحمن مدى الحياة. وبعد 20 سنة تقف الآن المخابرات المصرية حائلا بين إتمام ملف طلب رجوع الشيخ عمر عبد الرحمن إلى مصر. هل وزارة الداخلية ما عندهاش مانع؟ نعم، الشيخ عبود الزمر جلس مع وزير الداخلية اللواء منصور العسوي وقال وزارة الداخلية ليس عندها أي مانع من رجوع الشيخ عمر عبد الرحمن، بل بالعكس رجوع الشيخ عمر عبد الرحمن سيكون صمام أمان لمصر. أنا جلست من عدة أيام مع رئيس قطاع الأمن الوطني وقال لي نفس الكلام، أن الشيخ عمر عبد الرحمن كان من العوامل الدافعة أو التي ساعدت في استتباب الأمن في مصر عندما أعلن تأييده لمبادرة وقف العمل المسلح في مصر. نحن إن شاء الله لن نتوانى عن مطالبنا ووقوفنا لخروج حتى يخرج الشيخ عمر عبد الرحمن. نحن الآن سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى أمام السفارة الأمريكية يوم الأحد القادم، ثم سنقف في الجمعات المقبلة، وقد يصل الأمر إلى اعتصام سواء مفتوح أو اعتصام مغلق سنحدده، وسنتصاعد بالأمور ربما إلى محاكم دولية، ولن نقف مكتوف الأيدي حتى يخرج الشيخ عمر عبد الرحمن من السجون الأمريكية بإذن الله. ربنا بالسلامة إن شاء الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك.